إذا مع الزميلة إنجي الحكيم التي تطلعنا على آخر التطورات. إنجي، ما الذي طرأ من جديد على تحرك السوق لديك في دبي وأبو ظبي؟ اهلا بك رولا وبالسادة المشاهدين. طبعا بالنسبه لسوق دبي المالي يقلص بعض الشيء طبعا من مكاسبه التي كان قد وصل اليها في بدايه الجلسه التي كادت ان تصل الى 3% ارتفاعات يعني بمساعده القياديات. طبعا لا تزال القياديات كلها على ارتفاعات، ولكنها قلصت بعض الشيء من هذه الارباح التي كانت حققتها. بالنسبه لقطاع الاستثمار لا يزال الداعم الرئيسي للمؤشر في جلسة اليوم. طبعا دبي للاستثمار ارتفاعات بأكثر من 4.5%، ودي اف ام ارتفاعات بأكثر من 2% تقريبا على هذا السهم. طبعا بالنسبة للقطاع العقاري لا يزال هو أيضا الداعم الرئيسي بارتفاعات على إعمار العقارية، ولكنها تخلت عن مستويات 6.5 دراهم. طبعا كانت قد تعدت هذه المستويات، وصلت إلى مستويات 6.57 دراهم، ولكنها الآن تخلت عن هذه المستويات المهمة بالنسبة للسهم. ايضا لدينا املاك للتمويل العقاري لا تزال تستحوذ على اكثر من 20% من سيوله السوق. السيوله اليوم طبعا جيده مقارنه بسيوله السوق في الثلاثه ايام الماضيه. حتى الان تعدت مستويات 524 مليون درهم حتى منتصف الجلسه. بالنسبه طبعا لدمك العقاريه كانت قد اعلنت عن بدء مشاريع في سيتي سكيب، ولكنها اليوم على ارتفاعات ليست بكبيرة، وكانت قد شهدت عمليات شراء أجنبي في جلسة أمس. طبعا اليوم على ارتفاعات بأكثر من 1% على هذا السهم. أيضا بالنسبة للقطاع العقاري أرابتاك لا تزال يعني على ارتفاعات، ولكنها لم تستطع أن تصل إلى مستويات مهمة بالنسبة لأرابتاك، وهي مستويات الدرهمين. الآن أرابتاك تتداول عند مستويات الدرهم 94 فلس، وصلت إلى مستويات درهم 98 فلس. لم تستطع أن تخترق هذه المستويات بالرغم من الارتفاعات الكبيرة على القطاع العقاري بالذات. بالنسبة طبعا للاتحاد العقاري وصلت إلى مستويات الدرهم، ولكنها لم تستطع أن تتمسك بهذه المستويات، أيضا مستويات مهمة بالنسبة للسهم. بالنسبة طبعا للقطاع البنكي يدعم المؤشر بشكل واضح دبي الإسلامية والإمارات. دبي الوطنية على ارتفاعات، إمارات دبي الوطنية شهد ارتفاعات بأكثر من 3% حقيقة. بالنسبة طبعا لسوق أبو ظبي للأوراق المالية لا يزال متمسك بارتفاعات، ولم يقلص منها كما فعل سوق دبي المالي. بالنسبة طبعا لقطاع الاتصالات لليوم الثاني على التوالي يدعم المؤشر بشكل جيد، وارتفاعات بأكثر من 3% على سهم اتصالات. وطبعا كلنا نعلم أن اليوم في منتصف سبتمبر سيتم فتح السهم للتدخل الأجنبي أو للشراء الأجنبي في 15 سبتمبر كما قرر مجلس إدارة الشركة. يشهد طبعا عمليات تجميعية وارتفاعات بأكثر من 4% حتى الآن بالنسبة لقطاع الاتصالات. بالنسبة طبعا لإف جي بي أو بنك الخليج الأول يتمتع ب ثقل في المؤشر بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو أيضا يدعم بارتفاعات جيدة يعني بأكثر من 2.5% تقريبا على هذا السهم. يعني ككل المحصلة رولا أن هناك طبعا لا تزال عمليات الشراء مستمرة، ولكن السؤال هو هل هو تحسن الأسواق العالمية هو المحفز الوحيد للأسواق الإماراتية إلى أن تظل في هذه المستويات، أم أن الأسواق الإماراتية تحتاج إلى بعض المحفزات الداخلية أيضا لتستكمل هذه الارتفاعات التي نشهدها اليوم. وأشكرك دائما طبعا إنجي على هذه المتابعة.